أنا لسه ما عملتش. في الحقيقة أنا يعني كنت عاوز أروح مع أدهم مشوار لغاية السجل المدني اللي وعدته بيه. هو إحنا مش هنخلص من أدهم بقى؟ مش كفاية اللي عملته له؟ يعني أجرت له الشقة اللي فوق وبتعامله أكنه واحد مننا، خلاص بقى. يا بنتي الناس لبعضيها، والراجل طلع جدع ووقف معاكي في المستشفى وأنا تعبان، وأنقذك في شغلك لما اتزنقت في مصور، صح؟ صح، بس ده مش هيجي على حساب صحتك. ما هو يروح يدور عليها وإن شاء الله يعترف فيها. وبعدين افرض بقى المشوار ده فيه طلوع سلالم. يا سلام، هطلع على أقل من مهلي. وأنا هعمل إيه بس يا لولا؟ أنا هروح للسجل المدني وأرجع على طول عشان خاطري. وافقي؟ والله أنت طيب يا بابا. ماشي، بس على شرط تخلص المشوار ده وترجع تستريح في البيت. انا مش كل مره هروح اجيبك من قهوه. لا 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 لا، خلاص خلاص، انا وعدت مش هعمل كده تاني. انت جميله، انت والله انت اللي جميله وحبيبتي، حبيبتي الصغننه. ابو علي، انا بقى اللي عايز اطلب منك حاجه. خير يا منى؟ مي مال، عايزين نفرح بيها بقى. البنت عملت اللي عليها، اتخرجت وبقت معيدة وكلها كام سنة وتاخد الدكتوراه. انت عارفة رأيي في الموضوع ده، وكلمنا فيه 100 مرة قبل كده. مش ممكن حوافي قبل ما اطمن عليك وافرح بيك الأول؟ يا حبيبي انت مش حسين رياض، كلام ان البنت الكبيرة تتجوز قبل صغيرة ده خلص من زمان خالص. احنا عايزين نفرح بقى. عارف انا نفسي كده تقابل نادر ده وتقعد معاه وتتكلموا ونجوزهم ونخلص. مش عارف، انا مش مستريح للولد ده. هي بتحبه وهو بيحبها، وبعدين كل اصحابه معرفينه بقالهم كذا سنه. نبي بابا وافق، خلينا نفرح. طب شوفي بقى، طول ما انت منشفه دماغك ورافضه كل اللي يتقدم لك، انا مش موافق. بس يا ابو علي، مش عايز تبقى جد وعندك احفاد صغننين مقطعتين؟ خلينا نفرح، خلينا نفرح. وبعدين عشان انا وانت كده نفضل بعض، عشان خاطري بابا وافق ورحمة ماما اللي انت موافق. ماشي ماشي يا لولا، بس يكون في علمك بعد ما نخلص من موضوع اختك، اول عريس مناسب هيتقدم لك هتتجوزيه غصب عنك. انت عارف انا مش هتجوز ليه؟ ما هي مالهاش ذنب، دي مشكلتي انا. يا بنتي يا بنتي، الاعمار بيد الله، ومفيش حد فينا ضامن عمره. انا هكلم نادر وهخليه يجي قبلك بكره الساعه 6، كويس؟ كويس يا بابا، كويس. حبيبي يا بابا، ربنا يخليك لينا. رايحة الكلية؟ آه. طيب لو سمحتي، بابا بيقول لي أبلغك إن هو موافق إن نادر يجي بكرة الساعة 6 يقابله. بجد يا ليلى؟ بجد حبيبتي. مهم بس إن هو يوافق يجي. نعم؟ يعني إيه يوافق يجي؟ ده لازم يجي غصب عنه. أنا مش قايلة لك كلمين إمبارح وقولي له هو لازم يقابل بابا، يا إما أنا بنفسي هروح له الكلية. ليلى، انا بحاول اوصل لنادر ما بيردش عليا، بحاول اكلمه من امبارح. يعني ايه؟ مش عارفه بقى، ما هنزل الكليه دلوقتي يمكن الاقيه هناك، احاول اتكلم معاه. تحاولي ايه؟ هتكلميه وهيجي قابل بابا بكره الساعه 6، وتفهمين اللي ده ما حصلش، انا بنفسي هوري له شغل. ليلى، كنت عايزه اقول لك على حاجه. في ايه يا مي؟ بفكر ان انا اروح لدكتوره وانزل. انت كده، انت بس هتفكري كده؟ ايه هتفكري في حاجه زي كده؟ مش هينفع يا ليلى، حتى لو بابا وافق مش هيحصل في يوم وليله ان احنا نتجوز، بطني هيبان عليها. واحده واحده، هو يجي ويقابل بابا وكل حاجه هتتحل بعد كده.
بس انتي اوعي تفكري في حاجه زي كده. انتي مش خايفه على نفسك؟ ما يا حبيبتي ده اكبر حرام. انا مش عارفه اعمل ايه. انتي ما تعمليش حاجه، هو يجي قبل بابا، كل حاجه بعد كده هتمشي خطوه بخطوه. بس اوعي تفكري في حاجه زي كده. هي مي اوعديني يا حبيبتي.